نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. إقرار إحداث مستشفى ميداني بباجة وفتح 18 مركز تلقيح جديد مع تكثيف عمليات التقطيع الجيني لكشف إمكانية ظهور سلالات جديدة في تونس. رئيس الحكومة يؤكد خلال لقائه أمين عام المنظمة الشغيلة على الالتزام بالتسريع في تنفيذ بنود الاتفاق الحاصل في اجتماع جلسة 5+5. تونس تشارك في مؤتمر برلين 2 الذي يبدأ غدا في العاصمة الألمانية دعما للمسار السياسي في ليبيا. 8 من تونس، أهلا بكم. أكد وزير الصحة فوزي المهدي خلال ندوة صحفية حول الوضع الوبائي أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وضعف المناعة الجماعية وانتشار سلالات متحورة أدى إلى تسارع انتشار وباء كورونا في بعض الجهات، معلنا نظافة الحوامل والحالات المصابة بعدة أمراض ضمن الفئات ذات الأولوية في التلقيح إلى جانب العمل على تجهيز مستشفى ميداني في ولاية باجة. في الأثناء أعلنت وزارة الصحة في آخر تحين لها عن تسجيل 105 حالات أو 5 حالات وفاة جديدة و2345 إصابة بفيروس كورونا. لا وجود للسلالة الهندية إلى حد الآن في تونس، رغم ارتفاع نسبة ظهور المرض على المستوى الوطني وبلوغها درجة خطورة عالية في بعض الولايات. هذا ما أكده وزير الصحة خلال ندوة صحفية. السلالة الهندية إلى حد الآن ما عندنا حتى تحليل أثبت فيه اللي ثم سلالة هندية. صحيح المعطيات الخطورة متاع الوضع والكل دل اللي ثم نوع من السلالات ممكن تغير. السلالة البريطانية هي اللي تاغي على كل السلالات. نسبة ظهور المرض في تونس حاليا هي 203 حالة لكل 100,000 ساكن. ثم 4 جهات فاقوا 400 حالة ل 100,000 ساكن اللي هي تعرفوها زغوان، باجة، سليانة والقروان. كذلك ثم ولايات قريبة للحد هذايا كما منوبة، كما القصرين، كما سيدي بوزيد. واعتبر وزير الصحة أن ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية وبلوغها حدود 30% وطنيا يوجب اتخاذ تدابير أكثر صرامة، خاصة في الولايات الأشد انتشارا للوباء وللسلالات المتحورة، وسط ضعف المناعة الجماعية في بعض المناطق وفق ما أظهرته نتائج دراسة المناعة الجماعية في تونس ضد كورونا. حوالي 30% من التوانسة عندهم مناعة ضد الكورونا، والجهات اللي ذكرتها قبيلة أثبتتها الدراسة اللي المناعة متاعهم هي عندها نسبة أضعف من المستوى الوطني. ممكن هذا يفسر انتشار الكثيف للمرض في الجهات هذه. لاحظنا كذلك العمر بالنسبة للمرضى، ثم انخفاض في العمر في السن متاع المرضى، ثم حالات مخطر أكثر، ثم وفيات أكثر، ثم ارتفاع في عدد الوفيات في الحالات المخطرة. وزير الصحة أكد أيضاً ارتفاع نسبة إشغال أسرة الإنعاش على المستوى الوطني إلى أكثر من 83% ووصول نسبة إشغال أسرة الأكسجين إلى 70%، وضع قررت معه وزارة الصحة إقرار تكثيف حملات التقصي في عديد الجهات وترفيع من قدرة المؤسسات الصحية على التكفل بالمرضى في بداية المرض. كما أقرت الوزارة إحداث مستشفى ميداني في ولاية باجة لتخفيف العبء على المستشفى الجهوي. إحداث مستشفى ميداني في ولاية باجة للتكفل بالمرضى والتخفيف الضغط على المستشفى. اقتنينا 500 كونسنتراتور دوكسيجين. الكونسنتراتور هذوما يمكنوا من التكفل بالمرضى في الخطوط الاولى وحتى في المنازل نتاعهم. عززنا شبكات الاكسجين، الضغط كبير على الاكسجين، وجددنا كثير من شبكات الأكسجين بالمستشفيات. كما أقرت وزارة الصحة بعد وصول عدد الملقحين بجرعتين لنحو نصف المليون، أقرت إدراج الحوامل ومرضى الكلى والسكري والذين يعانون من السمنة المفرطة والحالات التي تحتاج إلى زرع أعضاء وعديد الأمراض الأخرى بأولوية التلقيح وفق ملف طبي، إلى جانب دعم مراكز التلقيح ب 18 مركزا جديدا في عدة مناطق بكل من بضيف، أم العرايس، الكتار، الحاجب، الفحص، غار دماء، نفزة، تستور، الشابة، سور الساف، قليبيا، قربة، ماطر، راس جبل، الدهماني، المروج، مرناك، وبو عرقوب. كما أعلنت وزارة الصحة انطلاق العمل بمنظومة البيانات المفتوحة على منصة إيفاكس للتسجيل في التلقيح.
وصفوا الوضع الوبائي بالخطير واستهداف الفيروس للشرائح العمرية الأصغر سناً وللنساء الحوامل مع ظهور أعراض جديدة، وضع كثفت خلاله وزارة الصحة من التقطيع الجيني لمعرفة طبيعة السلالة الجديدة إن وجدت. وضع وبائي وصف بالكارثي مع ارتفاع عدد الولايات المنكوبة أو لنقل مصنفة بالموبوءة والمفروض عليها الحجر الشامل، وضع صحي دقيق اختار فيه فيروس كورونا الشرائح العمرية الأصغر سنا ليشمل حتى الرضع، وفق المدير الجهوي للصحة بزغوان سهيل بالي. الموجة هذه الأخيرة لاحظنا استهداف الناس الأصغر سنا بالنسبة بفوق 75 سنة تستهدف أكثر النساء أكثر من الرجال، أقل من 75 سنة نلقاو الرجال مستهدفين أكثر من النساء بالنسبة لحالات الوفية. فهمني دونك السبيسيتي تاع الموجة هذه أنه لاحظنا الناس الأقل سنا قاعدة وللأسف قاعدين زاد يتوفاو. عندنا رضيع عمره 40 يوم معناها لقيناه إيجابي ولكن عداه أم وأبوه، ولكن مش فما استجنش حالة وفاة لدى الأطفال. حتى من ناحية العوارض ما عادش السخانة والكحة، توا ثما لي مودوتات تقولش عليها سندروم غريبال. قبل كانت معناها العوارض مرتبطة خاصة بالعوارض الصدرية، توا حتى عوارض في الجهاز الهضمي في لاباري يورولوجيك في الكبدة. وأمام هذا التطور الخطير في الوضع الوبائي كثفت وزارة الصحة من عملية التقطيع الجيني لتقصي السلالة الجديدة. ثم ملامح كون أن فاريون جديد في البلاد، شنو إن شاء الله في الأيام القادمة المخابر تعطينا حتى معناها الفرضية هذه متأكدة ولا لا. المعطيات اللي عندنا اليوم لحد الآن على حسب المخابر متاعنا كون ثم الفاريون بريتانيك، أما النسبة متاعه كانت في حدود 70-80%، توا النسبة متاعه نقصت ألور كو ليبيديمي كثرت، دونك ثم أنوتر فاريون شنو هنا نبحثوا عليه وإن شاء الله بالطاقات التونسية في المخابر نتعرفوا عليه في أقرب الأيام. كما أن فيروس كورونا طال أيضا النساء الحوامل في هذه الولايات الموبوءة ليتم إدراجهن ضمن الأولويات. بالنسبة للنساء الحوامل مدرجين في التلقيح أبارتير على حسب المعطيات العلمية اللي متوفرة لنا احنا أبارتير دي لا سيزيام سيمان من الأسبوع 16 عندهم الأولوية، ثم منظومة خاصة للأولويات اللي باش تتعطى سور اوردونونس لا فاكسيناسيون سور اوردونونس التلقيح على حسب معناها وصفه طبيه بما فيها المراه الحامل اللي تفوت 16 اسبوع ثم حتى مشكل تدخل للمنظومه تاع الايفاكس، ثم ان سباش تسجل وفي اقرب الاجال عندها الاولويه باش تتلقح. وضع صحي وصف بالدقيق يفرض قبل كل شيء التزام هذه الولايات السابق ذكرها ببنود الحجر الشامل لتجنب مزيد انتشاره. في موضوع آخر الآن، أسفر انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة في ولاية القصرين عشية اليوم الثلاثاء عن وفاة شاب في العقد الثالث من العمر أصيل منطقة الوسعية الراجعة بالنظر إلى معتمدية سبيطلة، متأثرا بإصابته البليغة التي تعرض لها على مستوى الساق اليسرى وتسببت له في نزيف حاد، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني في تصريح إعلامي. ومن جهته ذكر ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري أن المواطن توفي عشية اليوم جراء انفجار لغم تقليدي الصنع في تخوم المنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة، وقد تولت عائلته نقله إلى المستشفى الجوي بالقصرين أين لفظ أنفاسه الأخيرة. سياسيا الآن، تقدم القيادي والسابق في حزب حركة النهضة لطفي زيتون بمقترح لقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس حزب حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وقد رحب الأخير بمقترح هذا اللقاء. يبدو أن استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد للقيادي السابق لطفي زيتون سيكون منفذا لفتح باب الحوار من جديد وتمهيدا للقاء مرتقب سيجمع بين الرئيس سعيد ورئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب رشد الغنوشي. لقاء سعيد مع زيتون عد مناسبة لتناول الأوضاع العامة في البلاد، كما تم تناول بعض القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية. الرئيس سعيد انتقد مسألة الحديث عن رغبته في العودة إلى النظام الرئاسي. رجع للنظام الرئاسوي، مش لنظام رئاسوي، وتحدثنا والمجالس بالأمانات قلنا
راهو الوضع الحالي المؤسسات الدستورية فما تعطيل، معناها فما أقفال على كل فصل. موقف تعمل الحوار الوطني، ومرة أخرى ما قلتش راه مش وطنيين، قلت نعملوا حوار وطني بشكل مختلف. لتتسارع الأحداث معلنة عن إمكانية إجراء لقاء وشيك بين سعيد والغنوشي، وجاء ذلك عقب استقبال الغنوشي لزيتون، فالصفحة الرسمية لرشد الغنوشي على شبكة التواصل الاجتماعي أعلنت أن اللقاء جاء بطلب من زيتون ودار حول اقتراحه لقاء بين رئيس البرلمان وبين رئيس الدولة للتداول حول أوضاع البلاد الصعبة. وأن الغنوشي رحب بترتيب اللقاء المقترح حرصا منه على الوفاء لقناعته الثابتة أنه لا سبيل لحل مشكلات البلاد إلا عن طريق الحوار بحثا عن توافقات وفق نص البلاغ. موقع رئاسة الجمهورية سجل آخر لقاء جمع بين سعيد والغنوشي يعود إلى يوم 25 من جانفي الماضي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي. أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل نور الدين الطبوبي بقصر الحكومة بالقصبة، أكد التزام الحكومة بالتسريع في تنفيذ بنود الاتفاق الحاصل إثر اجتماع جلسة 5+5 بين الحكومة واتحاد الشغل، وعلى تسوية وضعية عمالة الحظائر وإصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل اتفاق 6 من فيفري الماضي. كما مثل الوضع الوبائي بالجهات ومتابعة تقدم المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة أبرز محاور هذا اللقاء الذي تم فيه التطرق إلى الوضع السياسي والاقتصادي العام بالبلاد والتحديات الاجتماعية الراهنة والتي تمثل أولوية قصوى خاصة مع تأثير الأزمة الصحية على الفئات الهشة. هناك أوضاع عامة، ولكن ثم المحاور الرئيسية هي الوضع الوبائي في عديد الجهات اليوم اللي لابد من إرادة حقيقية معناها للوقوف إلى جانب أبناء عدد الجهات، وكذلك اللي أكد تأكيد على مصداقية التفاوض حتى لا نبقى في جدال معناها عقيم للبلاد مش في حاجة له. هو الاجتماع الأخير اللي حول إصدار الأوامر التطبيقية لكل الاتفاقيات نتاع 6 فيفري، إصدارها كما اتفقنا على أن لا تتجاوز 6 جويلة، العامل الزمن يجري ولكن نحب على مصداقية التفاوض. وكذلك فيما يتعلق ببعض الأوضاع الاجتماعية الأخرى كما الأجر الأدنى وغيره من بعض المسائل. أكد عدد من نواب البرلمان الأوروبي خلال لقاء حواري عن بعد أجري اليوم بينهم وبين رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أن الصعوبات الظرفية التي تشهدها تونس على المستوى المالي والاقتصادي تدعو إلى تكثيف العمل من أجل دعم الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وشدد النواب الذين يمثلون مختلف الأحزاب والمجموعات بالبرلمان الأوروبي والمعنيون بشأن التونسي والمغربي وشمال إفريقيا، شددوا على ضرورة مضاعفة المجهودات المبذولة في مواجهة التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وخاصة الصحية الناتجة عن أزمة كوفيد-19. كما أبرزوا عزم بلدان الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم المسار الانتقالي في تونس وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وتنمية الاستثمار والسياحة. من جهته دعا رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى تعزيز الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي خاصة عبر إتاحة المزيد من الفرص لاستقطاب الأسواق الأوروبية للمنتوجات الفلاحية التونسية والتشجيع على الاستثمار الأوروبي في تونس لما له من دور في خلق فرص التشغيل والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. في إطار الاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق في مزارع الحبوب، تقوم مندوبيات الفلاحة بالشمال الغربي بالتعاون مع الحماية المدنية بمجهودات كبيرة للتوقي من الحرائق. مع تواصل موسم الحصاد في ولايات الشمال الغربي، تعمل عديد الأطراف على تنفيذ الاستراتيجيات التي تم وضعها للتوقي من الحرائق وحماية الصبا. تهيئة المسالك الفلاحية في تقريبا في حدود 200 كيلومتر، والعمل الأمني وكذلك التحسيسي اللي قامت به قوات الأمن الداخلي من حرس و
أمن وطني لتحسيس المواطنين والتحسيس اللي يقوموا بعملية ترفيهية في المزارع الكبرى بعدم إشعال النار. ونحن طاقة الخزن نتاعنا في ولاية جندوبة هي 780 ألف قنطار، ونحن السنة باش ننتجوا تقريبا 1,800,000 قنطار. هذا يخلينا في إشكالية نتاع تخزين السكة الحديدية باش نقوموا من خلالها بعملية إجلاء المحاصيل. الحماية المدنية عملت على وضع مراكز متقدمة في عدد من مناطق الإنتاج لضمان نجاعة وسرعة التدخل في الوقت الذي تعمل فيه مصالح وزارتي التجهيز والفلاحة على تنظيف حواشي الطرقات. فما أعمال تحضيرية قامت بها قبل بداية موسم الحصاد، زاد كيف كيف بالنسبة للحماية المدنية بفرقها الموجودة تم تعزيزها بفرق متقدمة. الفرق هذه تم تركيزها بولاية جندوبة، فرق متقدمة باش تحاول تدخل بأكثر سرعة، والهدف نتاعنا هو تقليص المدة الزمنية من أجل حماية المحاصيل الزراعية. ورغم هذه الاستراتيجية التي تم وضعها وتجنب مختلف المصالح لحماية المحاصيل، سجلت بعض الحرائق في عدد من المناطق، حيث أتى حريقان بمعتمدية لوكريب على مساحة 270 هكتار، منها قرابة 200 هكتار من الحبوب، فيما سجلت بمنطقة برج العيفة بالكاف حرائق أتت على قرابة 60 هكتار. ما يقارب جمعتين التالي سجلنا ما يقارب 27 حريق، وهذا يعود للدور الكبير اللي قاموا به رجال الحماية المدنية بمشاركة بقية الأعضاء وخاصة إدارة الغابات، اللي موجود تنسيق تام وتعاون كبير ما بين بعضنا، خلصنا فيه من المساحة المحترقة. وبالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق في مزارع الحبوب، دعت اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث الفلاحين وأصحاب المستغلات الفلاحية إلى اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الصابة بهدف تثمين المنتجات المحلية والإيكولوجية. بجزيرة جربة انتظمت ورشة حضر عدد من المختصين والفلاحين للتبحث حول كيفية إنتاج وترويج هذه المنتجات وحمايتها من الاندثار لما لها من قيمة غذائية عالية. في جزيرة جربة مقومات متعددة لفلاحة بيولوجية إيكولوجية ابتدعها الأجداد على مر السنين، ويحاول الآن الأحفاد والمختصون إعادة هذه المنتجات لقيمتها الغذائية والطبية، من ذلك تنظيم هذه الندوة حول قطاع المنتجات المحلية والأيكولوجية بجزيرة جربة التي احتفت بهذه المنتجات من قبل جمعية أصدقاء المدينة بجزيرة جربة. المنتجات المحلية والأيكولوجية بجزيرة جربة أصبحت تندثر شيء فشيء، والفلاح الجربي نتيجة لنقص المياه، نتيجة لحرارة الطقس، نتيجة لعدم توفر الإمكانيات، أصبح معناتها يبتعد عن الفلاحة ويمشي لقطاعات أخرى. محاولة ولو بسيطة نحو الوقوف بجانب فلاح بجانب منتجات هذه. حبينا اليوم في المنطقة هذه نشوفوا كيفية إعادة إحياء المنتوج الإيكولوجي والأسواق متاعه وكيفية الترويج متاعه. المشاكل الكل اللي تعترض الفلاح حابين نشوفوها مع بعضنا مع معناها المساهمين الكل. فلاحون وخبراء ومختصون في الفلاحة البيولوجية والإيكولوجية من مؤسسات البحث العلمي في ولاية مدنين أثثوا فعاليات هذه الورشة التي تبحث في إعادة تثمين هذه المنتجات وترويجها في الأسواق المحلية بجزيرة جربة وخارجها. قعدنا نمارس في إنتاج فلاحي بشكل تقليدي وإيكولوجي، ومعناها كي نقول إيكولوجي معناها نحاول نحترمه فيه الطبيعة ما استطعنا، ما نستعملوش لبيستيسيد لفونجيسيد، نحاول معناها أن نحقق الاكتفاء الذاتي لعائلتنا بدرجة أولى ولكل الراغبين في الشيء هذا. بالعودة إلى موروثنا المعرفي المحلي حول التعاطي، وبحتى تغيير عاداتنا الغذائية، لأن بلادنا تزخر بالعديد من هذه الموارد التي العديد منها للأسف هو مهدد بأن ينقرض. في جزيرة جربة منذ سنوات عديدة يعمل عديد المتدخلين على إعادة تثمين هذه المنتجات وترويجها ودعم دخل الفلاحين للاستفادة أولا ثم المحافظة على هذا النمط الزراعي الذي عرفت به الجزيرة منذ قديم الزمان. التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة رئيس هيئة المهندسين المعماريين الصحبي جورجي بحضور المستشار بديوان رئيس الحكومة أسامة الخريشي.
وأكد المشيشي أن الحكومة منفتحة على كل المقترحات والآليات لتبسيط الإجراءات الإدارية قصد إصلاح منظومة التعمير بالتعاون مع وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وتوفير الظروف الملائمة للارتقاء بالمهنة. كما التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، وأكد بالمناسبة أنه سيتم إعادة النظر في طريقة اقتطاع أيام إضراب المهندسين مع احترام قاعدة العمل المنجز، وذلك مراعاة الوضعيات الاجتماعية والمعيشية للمهندسين. كما أعرب رئيس الحكومة خلال اللقاء عن تقديره للمهندسين المضربين تغليبهم المصلحة الوطنية وتعليق العمادة للإضراب واستئناف العمل مع مراعاة الصالح العام. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجراندي غدا الأربعاء في مؤتمر برلين الهادف إلى دعم المسار السياسي في دولة ليبيا بالعاصمة الألمانية. وتستضيف العاصمة الألمانية غدا الأربعاء مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا على مستوى وزراء خارجية الدول الرئيسية المعنية بالصراع في ليبيا، وتشارك فيه لأول مرة الحكومة الانتقالية الليبية. وقالت الأمم المتحدة إن المؤتمر يشكل فرصة مهمة للجمع بين المجتمع الدولي لتقييم الوضع الحالي في ليبيا وتقديم الدعم للليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 من ديسمبر العام الجاري. تلتقي الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي غدا مجددا في العاصمة الألمانية في مؤتمر برلين الثنين الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية والذي تشارك فيه لأول مرة الحكومة الانتقالية الليبية في مسعى لتوفير شروط إجراء الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد. ومن المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك صرح المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك أن الاجتماع يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية منذ اجتماع برلين الأخير الذي عقد في جانفي 2020، كما ستطرح أيضا على طاولة النقاش التحديات المتبقية في تنفيذ خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي. ومن المنتظر أن يعمل المشاركون في المؤتمر على الدفع نحو إحراز تقدم في موضوع حظر الأسلحة وانسحاب القوات الأجنبية. ويعتبر مؤتمر برلين الثنين فرصة مهمة لدعم الليبيين وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 من ديسمبر المقبل. على المستوى العربي توجه وفد من الجامعة العربية إلى برلين للمشاركة في فعاليات المؤتمر إلى جانب عدد من المنظمات وجهت إليها الخارجية الألمانية الدعوة في إطار حرصها على دعم جهود فرض الاستقرار الدائم في ليبيا. كما كثفت الولايات المتحدة عشية انعقاد المؤتمر محادثاتها مع بعض الأطراف الرئيسية في ليبيا بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد قبل إجراء الانتخابات. وقبيل توجهه إلى برلين قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن انسحاب المرتزقة من البلاد سيكون تطورا مهما. في أخبار الرياضة الآن، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن 12 دولة إفريقية من بينها تونس ستكون ممثلة بأربعة فرق في مسابقتي كأس رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية من خلال فريقين في كل مسابقة، وضمت القائمة إلى جانب تونس كل من مصر والجزائر والمغرب والسودان وجنوب إفريقيا والكونغو والديمقراطية وأنغولا وغينيا ونيجيريا وتنزانيا وزامبيا. وستكون كرة القدم التونسية ممثلة خلال الموسم المقبل في رابطة أبطال إفريقيا بكل من الترجي الرياضي بطل تونس والنجم الساحلي الوصيف. أما في مسابقة كأس كونفدرالية فستكون تونس ممثلة باتحاد بنجردان صاحب المركز الثالث في البطولة والفائز في نهائي الكأس الذي سيجمع النادي الصفاقسي بالنادي الإفريقي. الكلنا نسجلوا نمنعوا شعار حمله شباب من ولاية المنسير ليجوب عددا من الأحياء تابعة لهذه الولاية وأخرى تابعة لولايات سوسة ونابل وبنعروس وتونس من أجل التوعية بأهمية التلقيح والتسجيل بمنظومة كوفاكس. في هذا التقرير نقدم فكرة عن هذه القافلة التوعوية. شباب يجوب البلاد على متن دراجات هوائية ضمن قافلة تحسيسية متنقلة شعارها كلنا نسجل نمنع، غايتها حث المواطنين على التسجيل بمنظومة التلقيح إيفاكس.
نحبوا نوعيوا العباد، معناتها نحبوا نقنعوا العباد باش يسجلوا في التلقيح بتاع كورونا، نحبوا نقنعهم معناتها باش التلقيح هذاك مش ينفعهم مش يحمام الكورونا، لازم معناتها نقنعهم. حبيت نشارك في التظاهره هذه باش نعاونوا برشا عباد عندها فكره اخرى، انه الفاكسان عنده مخالفات تخلي معناتها الانسان يمرض بامراض وهو مش مريض بها. حبينا نحيوا الفكره هذه من مخاخ برشا عباد، حبينا نعاونوا برشا عباد بالاخص اللي عندهم من الفئه عمريه من 50 عام إلى 60 عام واللي عندهم أمراض مزمنة خاصة. ولقينا الحقيقة درجة وعي كبيرة من قبل المواطنين، ما كناش نخيبوا باش نلقاوها بالحق، المواطنين يحبوا يلقحوا، فما اللي يحبوا يسجلوا بالحق، كمية نسبة كبيرة برشا. المبادرة لدار الشباب بشراحيل من ولاية المنستير عضدتها وحدة تنشيط الأحياء غاية وهدفا تحت إشراف مندوبية الشباب والرياضة، وتستهدف الحملة الولايات ذات الكثافة السكانية العالية والتي ستمر بها القافلة من أجل تسجيل 1000 مواطن بمنظومة التلقيح الوطنية إيفاكس تحت شعار كلنا نسجل نمنعه. من 21 إلى 25 جوان 2021 يشارك فيها 30 شاب يعني من الجنسين، تهدف القافلة إلى تحسيس 10,000 مواطن بأهمية التلقيح، إلى جانب تسجيل 1000 مواطن في منظومة التلقيح إيفاكس بوينتين. حسسنا 3,000 مواطن وسجلنا قرابة 250 في منظومة إيفاكس بوينتين. غدا إن شاء الله الحمامات ونابل، وإن شاء الله بعد غد قرنباليا والمروج، والاختتام إن شاء الله باش يصير في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة نهار الجمعة. تظاهرة تنشيطية تحسيسية تهدف إلى الترفيع في عدد الملقحين ضد فيروس كورونا، وتهدف في بعدها الآخر إلى تكوين شباب قيادي يستعان به زمن الأزمات. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. إقرار إحداث مستشفى ميداني بباجة وفتح 18 مركز تلقيح جديد مع تكثيف عمليات التقطيع الجيني لكشف إمكانية ظهور سلالات جديدة في تونس. رئيس الحكومة يؤكد خلال لقائه أمين عام المنظمة الشهيدة على الالتزام بالتسريع في تنفيذ بنود الاتفاق الحاصل في اجتماع جلسة 5+5. تونس تشارك في مؤتمر برلين 2 الذي يبدأ غدا في العاصمة الألمانية دعما للمسار السياسي في ليبيا. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.